تفضل عرف نفسك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، محمد عمر عبد الرحمن ابن الشيخ الأسير الدكتور عمر عبد الرحمن. جئنا اليوم للاعتصام أمام السفارة الأمريكية بعد أن تباطأ المجلس العسكري في إرسال الورقة الخاصة به إلى وزارة الخارجية، حيث علمنا أن المخابرات والأمن الوطني والخارجية والعدل ليس لديهم أي مانع في إرسال طلب للشيخ عمر، إرجاع الشيخ عمر عبد الرحمن إلى مصر، ولكن ينقص موافقة المجلس العسكري. فجئنا اليوم لنقف مطالبة المجلس العسكري أن يصدر قرار بإرجاع الشيخ عمر عبد الرحمن من جهة، ومن جهة أخرى نطالب أمريكا بسرعة الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن، الذي تعلم أمريكا جيدا أن الشيخ عمر عبد الرحمن بريء كل البراءة من التهم التي نصبت إليه، وأن الحكم عليه كان قد جاء نتيجة علاقات وضغط من الحكومة المصرية على الحكومة الأمريكية. بعد صلاة الجمعة بحوالي ساعتين جاء لنا اللواء حمدي بدين، وتحدثنا معه صراحة على أن المجلس العسكري هو السبب الرئيسي في عدم إرسال ملف إرجاع الشيخ عمر عبد الرحمن إلى مصر. فالرجل جزاه الله خيرا قام بعدة اتصالات بالمجلس العسكري، ووعدنا بأن يقوم غدا وبصحبة أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن لنذهب إلى الأمانة العامة، وسيكون غدا قرار من المجلس العسكري إلى وزارة الخارجية بإرسال طلب إلى أمريكا لإرجاع الشيخ عمر عبد الرحمن. هذا ما وعدنا به اللواء حمدي بدين، وطلب منا وبإلحاح فض الاعتصام، فوافقنا على تعليق الاعتصام لمدة أسبوع إلى يوم الجمعة القادم. إذا لم يتم شيء لا قدر الله سنرجع إلى الاعتصام مرة أخرى. شكرا دكتور، شكرا. جزاك الله خير، بارك الله.